السلام عليكم. نبدأ على تاريخ الحمام ومعاصرته للحضارات. بطبيعة الحال عندما نقول الحضارات فالحضارات صنعها الإنسان. بداية سنبدأ من العثمانيين بإسطنبول وبيزنطة، وسننتقل إلى روما والرومان، وسننتقل إلى أثينا والإغريق، وسننتقل إلى مراكش والمرابطين والسعديين، وكذلك سننتقل إلى دمشق وبغداد عبر العباسيين والأمويين. فهذا الطائر خدم الإنسان، خدمه بكل أمان، وكان مصدر أمان بين البشر وأخيه، وكان صلة وصل بين الإنسان. ندخل في الموضوع ونتكلم. كلمة زاجل، كلمة زاجل تعني المسافر، لأن هذا الحمام يجيد السفر، وكذلك سموه باللغة التركية اللغة التركية سموه فياجور، وكلمة فياجور هي المسافر. هذه نبدأ، وربما فهمني البعض لماذا قلت كلمة فياجور وقلت عليها تركية. عموما سندخل ونعلم ونتعلم ونعلم كذلك، حتى تترسخ في ذهننا أشياء علمية، وهي الفرق بين تربية الحمام داخل المدن والفرق في البادية. ما الفرق بينهما؟ عموما سنلجأ للعلم. تحياتي للجميع، اصبروا معنا قليلا وحاولوا أن تكمل الفيديو حتى تصل لكم المعلومة وتفهموا كلامي. ربما قد وصلتكم هذه المعلومات العلمية. الماء الذي نشربه نحن في المدن فهو ماء ليس صحي، لأن هذا الماء مضغوط، هذا الماء مصنع، هذا الماء معدل، وأضيفت عليه إضافات أخرى كيميائية حتى يكون صالحا للشرب لمدة طويلة. هذا هو الفرق، وهذا الدليل العلمي. تحياتي لكم، وسندخل معكم الآن إلى فوائد المياه المعدنية أو مياه الآبار أو المياه الطبيعية. هذا هو الفرق بين تربية الطيور أو الحمام في المدينة وتربية الطيور في الحمام في البادية. هذا هو الفرق، وهذا هو ما نبحث عنه، ولكم بعد الفوائد الأخرى. في البادية والعربية يوجد الهواء نظيف، توجد كما قلت المغنيسيوم، كالسيوم، هذه كلها موجودة في التربة، وكذلك في الأعشاب. هناك أعشاب، في الحلقات القادمة إن شاء الله سأعود إليها وسأتكلم على فوائدها، فوائد كثيرة جدا لمن يعاني. بالنسبة للطيور خصوصا طيور البادية لا تعاني من هذه المشاكل كما تعاني تلك الطيور التي تعيش في المدينة، مثل الحمام مثلا. هناك بعض الحمام يعيش على البيض الفارغ، البيض غير مخصب، يعني هذه سنجد لها حلول، ولنا حلول إن شاء الله، وسنبحث في هذه الأشياء وسنعطيكم الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. رسالتي لمن يستهزئ من أخيه، أنا سمعت أخ يقول أن هناك من يستهزئ ويستهتر به، ويقول أن الحمام الذي يربى في البادية ستجد كله قمل أو كله فاش أو كله كذا وكذا أو كله آفات أو أمراض. لا، العكس صحيح. أنا أتحدى أي إن كان الذي يربي الحمام في المدينة أن لا يكون يعتمد على اللقاحات أو الحقن، أتحدى. ولكن العكس لمن يربي الحمام في البادية أن يعتمد على هذه الأشياء، بل يعتمد على أشياء طبيعية. تحياتي لكم، المرجو
أن نقف مع بعضنا البعض، وأن نشجع بعضنا البعض، وأن نعطي قيمة لبعضنا البعض. فأنا لم أرى هذه الأشياء في النصارى بصراحة. أنا عاشرت النصارى، عاشرتهم، لم أرى فيهم هذه الأشياء. حتى الإخوان في الشام متعاونين، الإخوان في الشام من سوريا، فلسطين، الأردن، أنا عاشرتهم كذلك متعاونين فيما بينهم في نظام ما يسمى بتربية الطيور. تحياتي لكم، أحبكم في الله. وأنا لا أعمم، لأن التعميم لغة الجهلاء، لا أعمم على المغاربة بصفة عامة، أنا أتكلم على بعض العينات ولا أعمم. أحبكم.